السلام عليكم، معاكم عمر محسن من قناة نولوجي. ببساطة عايز أشيل الخلفية دي من على صورة متحركة GIF. خلينا نشوف مع بعض النهاردة طول هتساعدنا إن احنا نشيل الخلفية بسهولة. أول حاجة هبتدي بيها، أنا عايز أصلاً أشيل الخلفية دي ليه؟ صراحة أنا كنت بشتغل في ويب سايت مع فريق، وكان عندي الصورة المتحركة اللي فوق دي اللي هي العين المتحركة، والعين دي كانت بخلفية سوداء، فما كانش ينفع ان انا احطها بالخلفيه البيضة دي ولا الاسم مكتوب عليها واحطها هنا، فكنت محتاج حاجه تساعدني عشان اشيل الخلفيه دي، وما كانش عندي ادوبي افتر افكت او برامج اللي هي بتساعد في ازاله الخلفيات او التعديل على الصور المتحركه. التول اللي عندي النهارده هي ويب سايت اسمه اونلاين ايمج اديتور. هو ويب سايت بسيط وخفيف، هفتح الويب سايت هتلاقي اللينك موجود في الديسكربشن بتاع الفيديو، واعمل تشوز فايل وادور على الصوره، هي موجوده عندي هنا جي اف، تمام، واعمل ابلود، وبعد كده اروح على ويزاردز وهلاقي في حاجة اسمها Transparency، اضغط عليها وبيقول لي اختار او كليك على المكان اللي انت عايز تشيله، فاضغط على اللون الابيض ده. ببساطة هتلاقي الخلفية اتشالت. طبعا انا عندي هنا لو التكست عايز اشيل برضو الخلفيات البيضة بتاعته، اضغط على الابيض هنا وهكذا على كل الحتت اللي هي مقفولة، تمام. انا فعليا مش عايز اكتر من كده، وارجع تاني على Basics لان انا فاحتاج ان انا اعمل كروب او اشيل بس الصورة دي لوحدها. هعمل كروب وهعلم على شيل دي كده، كبرها، تمام تمام اوكي، واعمل ابلاي. بعد ما اعمل ابلاي الصوره بقت قدامي، هعمل سيف، والراجل صراحه بيطلعها لي بكواليتي كويسه، نسميها مثلا نولوجي فاينل اوكي، وهلاقي الصوره عندي بقت بدون خلفيه. نحطها كده ونجرب شكلها. الصوره بقت من غير خلفيه، طبعا هي عشان الكواليتي بتاعها مش كويس، فهي انا عايزها عشان تبقى بالشكل ده، فما فيش فيها اي مشكله، تمام، ونستخدمها بسهولة. شكرا ليكم، واتمنى ان شاء الله الدرس يكون عجبكم. ما تنسوناش من لايك والشير، ونشوفكم على خير.